قسما بالله لم أتحدث كذبا قط في أي حاجة. المشكلة الكبيرة اللي موجودة معايا ان انا ان شاء الله راجل صادق، دي مشكلة كبيرة جدا تعرفوها عني، صادق قوي وامين قوي ان شاء الله وشريف قوي ان شاء الله. انا اقسمت بالله ان احنا ملناش طمع، وهتشوفوا ملناش طمع في اي حاجة. بيتقال ان ده حكم عسكر، لا والله ما حكم ولا في أي رغبة ولا إرادة لحكم مصر. أنا وبكل تواضع أتقدم لكم معلنا اعتزامي الترشح لرئاسة جمهورية مصر العربية. قبل الانتخابات وقبل الترشح كتير من الناس قالت هو ليه مش عايز يقدم. انا اتحيلت على فخامة الرئيس في الفترة ديت شهور ان احنا يترشح هو واكون انا في مكاني زي ما انا. لن يحدث تصعيد في الأسعار للسلع الأساسية ومطالب الناس مهما حصل. جه الوقت إن رغيف العيش أبو 5 ساغ ده يزيد تمن. يستعد انه يضربك بغاز وقنابل وخرطوش، حد يموت او حد يحصل له حاجه في عينيه يتحكم الضابط احمد. لا مش هيحصل خلاص. لما حصلت احداث محمد محمود احنا كنا حريصين جدا جدا في الوقت ده وفي كل وقت على الا يسقط مصري واحد. ولا فيش استمرار في السلطة للأبد في مصر، لا كل 4 سنوات وده ترم رئاسة ويبقى من حق الشعب ان هو يختار رئيس تاني. انتوا فاكرين انا حسيتها يعني ولا حاجة ولا ايه؟ لا والله اللي هيقرب من الكرسي ده يحذر منه. أنا والله ما أعرف هيقابلوا ربنا بالكذب ده كله إزاي، والله ما أعرف هيقابلوا ربنا ده كذب كتير قوي.